السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيكة بدون بيض، مكونات بسيطة ومتوفرة. خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. غادي ندير المكونات والطريقة في نفس الوقت. هنا عندي غادي نحتاج جوج كيسان ديال اللبن، تقدروا تعوضوهم بالحليب، ولكن اللبن كتجي الكيكة ديالو مفشفشة وخفيفة. الكاس اللي عبرت به اللبن هو اللي غنعبر به باقي المكونات، يعني باش يكون نفس القياس. عندي كاس الا ربع ديال الزيت، غادي نزيد عليهم كاس ديال سكر سنيدة، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. عاد غادي نزيد نضيف عليهم باقي المكونات. هنا عندي زوج شويه ديال الملح، عندي كيس فاني، جوج اكياس من خميرة الحلوى، ومعلقة كبيرة من الكاكاو. من بعد غادي نزيد عليهم جوج كيسان ديال الدقيق ومعلقة. هذا الا درتو اللبن، اما الا درتو الحليب فغادي تحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق ونص، وكيبقى القوام ديال الكيك على حسب النوعيه ديال الدقيق، يعني كيكون القوام ديالو عادي، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف. نخلطو مزيان هذا الدقيق مع الخليط الاول، واخر حاجه غادي نزيدها هي معلقه صغيره ديال الخل. من بعد غادي ناخذ شويه ديال الشكلاط، من الاحسن يكون الشكلاط نوعيه جيده باش كيعطي واحد المذاق رائع في الكيك. قسمته هكا طريفات صغار، وغادي ندخلو في هذا الخليط ديال الكيك. كيبقى اختياري، بغيتو ديروه بغيتو لا، غير هو كيزيد واحد المذاق زوين لهذا الكيك. غادي ناخذ المول اللي غادي ندخلو الفران، نرشو بشويه ديال الزيت وندير ليه بابي كويسون، وغادي نكب فيه الخليط وندخلها للفران.
هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت وخرجتها من الفران. انا درتها في هذا المول كبير باش جاتني هكا شويه رقيقه. غادي نخليها جانبا تبرد وغادي ندوز باش نوجد الصوص اللي غادي نديرها لها من الفوق. غادي ناخذ جوج ديال دانيت شوكولا وغادي نزيد عليه ست الحبات ديال الشكلاط حتى الشكلاط عندي نوعيه مزيانه. غادي نديرهم في حمام مريم حتى يذوب داك الشكلاط مزيان ونخلطو مع داك دانيت يعني تخلطو مزيان حتى يولي عندي الصوص. هنا خديت الكيكه من بعد ما بردات كنثقبها بواحد العود ديال الشوا ولا كيردون اللي عندكم. غنثقبها كامله هكذا ومن بعد غادي ندير عليها هاد الصوص ديال الشكلاط اللي وجدت. درت عليها الصوص وكنسرحو بهذا الشكل هذا باش نقاد الوجه ديالها صافي. وغادي نغطيها ونخليها في الثلاجة حتى تبرد مزيان. تقدروا تزينوها باللي بغيتوا الفوق. انا من بعد غادي نزينها غير بشويه ديال البندق يعني حتى نقطعها قطع وكل قطعه غادي نزينها بوحدها كما شفتوا. درت عليها شويه ديال البندق مهرمش. هذا هو الشكل ديالها كتجي صراحه رائعه رائعه في المذاق وخفيفه وشيشه. جربوها اكيد غتعجبكم. وهكذا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. خليتكم على خير. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.